اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي ليله، واللي بيشرفنا فيها النهارده الكاتب الصحفي ورئيس القسم الرياضي بجريده الاهرام الاستاذ محمود صبري. استاذ محمود اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا ومشرفنا. اهلا بيك محمد، ويا رب نكون ان شاء الله ضيف خفيف ان شاء الله باذن الله. باذن الله طبعا. فرصه سعيده بالنسبه لي ان احاورك في فقره زي ديت، لانك كاتب صحفي كبير ودايما عندك كواليس واسرار وشايف الحدث والشان الرياضي بشكل كبير جدا. ربنا يخليك. طيب اولا شايف مش هسألك على الأحداث الرياضية لأن طبعا الأمور كلها معلقة، لكن الإعلام بيرصد الحدث الفترة الحالية إزاي؟ بيرصد يعني دراسة الاتحاد المصري للأحداث، دراسة وزارة الرياضة للأحداث، اللجنة الأولمبية، الأندية؟ لا طبعا المشهد مرتبك، يعني زي ما أنت شايف قرار يمكن اللجنة الأولمبية الدولية اللي كان كله منتظره اللي هو تأجيل الأولمبياد لمدة عام. ده عمل رد فعل خلي بالك متباين ما بين غضب في الحكومة اليابانية اللي هي كانت تمني نفسها بمكاسب تتعدى 10 مليار دولار بعد حجم الانفاق والتجهيزات الرهيبة اللي عملتها، لكن الرياضيين الأبطال اللي هم عملوا ضغط على اللجنة الأولمبية مش اللجان الأولمبية الأهلية. يمكن اللجان الأولمبية الأهلية في الفترة الأسبوع الأخير ده بدأ يبقى فيه رسائل وضغط، عدم إمكانية، عدم قدرة، مش هنروح، مش هنسافر، مش هنقدر نلعب. بدأ الأبطال يدخلوا كمان طرف في المسألة، لا مش عارفين نتمرن ازاي، طب هنجهز نفسنا، طب والناس لسه ما تأهلتش، هتتأهل ازاي والظروف ايه. وقت عاوز اقول لك ايه، اصبح الدنيا حتى رئيس الوزراء الياباني كان عمل تصريح الاسبوع اللي فات قال فيه ان احنا البطوله هتقام في ميعادها. بعد كده لما الدنيا يعني زادت ضغوط يعني وكورونا عملت الجو اللي احنا شايفينه، جو الرعب والقلق اللي احنا عايشين فيه، خلت في تراجع في التفكير، حتى انه البرلمان كان متمسك باقامه البطوله، لكن ايه بدا يبقى في تواجه يعني توجيه رسائل. فحصل زي ما تقول فيديو كونفرنس ما بين توماس باخ وما بين رئيس الوزراء الياباني وما بين رئيس البرلمان وبين محافظ طوكيو وما بين رئيس اللجنه الاولمبيه، كل ده اتعمل ايه؟ تم في خلال اتصالات فتم اخذ القرار. القرار صعب بامانه شديده، يعني دوره عرس رياضي كبير كله منتظر، لكن مشهد صعب، مشهد مرتبك. هقول لك انه اليابان عامله امكانيات تجهيزات رهيبه جدا، لكن الخوف على حياه البشر كان اهم هو الدافع وراء هذا القرار. بالنسبه للوضع في الرياضه في مصر زي ما انت شايف واحنا متابعين برضو القرار ده، برضو عمل بالنسبه للابطال الاولمبيين بيستعدوا وتاهلوا، لسه بيتعمل له رصد رايهم ايه في هذا القرار، في الصالح ممكن يبقى عندنا فرصه ان رفع الاثقال ترجع بعد فتره تعدي فتره الايقاف، ويبقى في القضيه الموجوده في الكاس، يبقى في كلام حوالين هذا الامر. ايضا يمكن في اجتماع هيتم بكره ما بين الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه وما بين المهندس هشام حاتم رئيس اللجنه الاولمبيه للترتيب هيعملوا ايه الفتره اللي جايه بالنسبه للابطال، الاستعداد هيبقى ازاي بعد التاجيل. ايضا المشهد العام بصفه عامه، مشهد الانتخابات المرتبطه، المفروض الانتخابات في شهر 8 اللي جاي، هل الانتخابات هتكون في محل نقاش؟ هل الانتخابات هتؤجل؟ هل الانتخابات هتتاجل؟ هل هيتم مد تعيين اللجنه تاني؟ هل بص في حواديت. ايضا على شان الانديه، المشكله زي ما انت شايف الانديه كلها اغلقت ابوابها طبقا لتعليمات الدوله، وده في الصالح العام يعني حرصا على الحياه، وكله قاعد في بيته بيعمل، في ناس بتأدي بقى الجو اللي هي عايشاه، بيمارس رياضته، بيمارس التحديات اللي احنا شايفينها وسامعينها. بس انا اتمنى يعني انه التحدي الخير هو اللي يكمل، يعني انه الناس تساعد، واتمنى من نجوم كبار انه يحطوا يدهم ويحطوا دعمهم في الوقت ده، بيبان معدن المصري. يعني مش هتكلم مش هخص اقول رياضي ومش رياضي، لا محتاجين فعلا، محتاجين فعلا ناس كتير تقف، محتاجين فعلا. في ممكن ناس بتعمل حاجات ما تقولش عنها، ما ده كلام هايل، لكن انا بقول في ناس لما بتعمل حاجه بتدي امل وبتدي دفعه ويبقى يعني وتشجع وبتشجع وبتحمس. فانا اعتقد انه ان شاء الله يعني هي تجربه صعبه، ان شاء الله تعدي على خير ونخرج منها ان شاء الله يعني سالمين باذن الله تعالى. باذن الله ان شاء الله. طيب حضرتك اتكلمت بشكل عام على اللي بيحصل بره في اوروبا وفي العالم وبالنسبه لمصر، لكن في نقطه عايز ارجع ليها واتكلم عن اللجنه الاولمبيه الدوليه وتاجيل اولمبياد طوكيو. من وجهه نظرك التاجيل ده جه في صالح، بعيدا طبعا عن الشان الصحي والملف الطبي، جه في صالح الرياضه المصريه؟ جه في صالحها. كيف صالحنا؟ لانه انت عندك برضو الاستعداد مش بتم من وجهه نظري، مش يعني ايه برضو وقفك شويه التجهيزات. احنا كده كده قبل الدوره دي عندنا حاله من القلق، حاله من الترقب،
يعني انت ما تقدرش لما تيجي تسال رئيس اللجنه الاولمبيه تقول له هتعمل كام ميداليه، يقول لك ما تسالنيش انا هعمل كام ميداليه، انت اسالني على ان انا بجهز وبعمل وبحط عدم التوفيق. عكس ما كان بيحصل كده، يقول لك انا ممكن 5 3 7 ماشي، وبعد كده بتبقى العمليه من خلال كده توفيق ربنا هو رقم واحد. رقم واحد واثنين وثلاثه ومليون، وبعد كده الدافع بقى والاستعداد والاصرار بيجي من توفيق ربنا سبحانه وتعالى. فانت ما رحناش مره، حتى لما كنا بنقول 3 و4 و5 ما نروحش. لما قلناها مره قلنا هنجيب 10 واحنا ما جبناش حاجه يعني. فانت بتروح وعندك امل انه تحصل، لانه احنا عندنا في عندنا حاجه يعني عايز اقول لك ايه، بتخرج لحظه تولد لحظات البطوله في مواطن الشك. عندما تفقد الثقه في الجميع يولد البطل المصري حقيقي. مشهد مرتبك، مشهد يديك انه داخل هذا الشعب اصرار على الاستمرار في الحياه وعدم الاستسلام، وانه حاضر وانه موجود وانه قوي وانه قادر على التحدي. تمام. في اللحظه دي بيبقى احنا يعني اعتقد انه التاجيل في صالحنا، اعتقد انه التاجيل فرصه لاعاده حسابات لترتيب امور، ان احنا ان شاء الله يكون الاستعداد افضل. ارجع للتفاصيل دي اللي بالتاكيد عندنا تفاصيل كثيره، لكن اخرج الى فاصل ومستمرين بالتاكيد في الحوار مع الاستاذ محمود صبري، ولكن بعد الفاصل.